اهلا وسهلا مرحبا بكم. شفنا اجواء في القاعه طيبه، تجربه فيلم مش قيمه ليش او لا نوم مش مستنسين. اول حاجه يعطيكم الصحه، احب بالمناسبه هذه نشكر كل الاطارات وكل السلطات اللي وقفت معنا مع الجامعه التونسيه لكره القدم باش حضرنا الماتش هذا في ظروف ممتازه جدا، في قاعه ممتازه جدا، بجمهور زاد ممتاز. بقينا بون نتيجه ما مشاتش، مش هذا المهم. المهم انه الصفاقه تستاهل مباريات كيما هكا. اليوم ظهرت انها معناها من حقها باش تشوف مباريات كيما هكا. احنا اخر مره جينا 2005 اظن او 2006، ان شاء الله تدوم الحكايه هذه وان شاء الله نجيب ماتشات اخرين للصفاقس. ونحب نقول احنا اليوم في صفاقس عندنا على الاقل اربع جمعيات ممتازه بين بنات ورجال، فهمتي؟ ما فماش علاش باش الصفاقس ما تكونش فيها تظاهرات كيما هكا. ونحب نجدد شكري لكل خيان، كل من الولايه للبلديه للعمال تاع القاعه الامن، الناس كل معناها حطوا يديهم باش خرجت الصاله كيما تشوف فيها، الصاله ممتازه خاصه في التلفزه.